السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة هيكون عن كيكة سريعة كده تعمليها للفطار. خلينا نبدأ بكيكة الفواكه المجففة. هنحتاج 4 بيضات، 2.5 كوباية بيض، 3/4 كوباية لبن، ربع كوباية زيت، وفواكه مجففة وفانيليا وبيكنج باودر وسكر، 1 كوباية سكر تقريبا. علشان الخلطة دي ما تاخدش منك وقت في العمايل، فممكن تحطي المكونات كلها فوق بعضها في الخلاط وتضربيهم، وبعدين تحطيهم في القالب بتاعك او الطبق اللي انت هتخلطي فيه، وتحطي عليه الفواكه المجففة وتقلبيها كويس عشان الفواكه المجففة ما تتفرمش. بعد ما تقلبيها كويس بتجيبي القوالب بتاعت الكيك بتاعتك وتحطي فيها نقطة زيت وتبطنيها بالدقيق وتحطي فيها الكيكة. طبعا انا عملت غلطة ان انا حطيت الكمية كلها في قالب واحد، بس مش مشكلة. حطيت فواكه مجففة على الوش كمان وحطيتها في الفرن وطلعتها عشان تبرد شوية وقطعتها وبألف. دلوقتي حطيت كده عليها فراولة، حابة انك تزودي حاجة كده في الطعم، فانا حطيت عليها مربى فراولة وكانت حلوة جدا. دلوقتي هعمل لكم كيكة البرتقال. هنجيب برتقانة، هنبشر القشره بتاعتها ونعصر البرتقانه، ونبقى هناخد المكونين الاثنين دول. هنجيب عصير البرتقانه ونجيب 3 معالق تانك كبار، تانك برتقال، هنحطهم على عصير البرتقال، وعايزين ربع كوبايه ميه، وهنقلب التانك والبرتقال ونسيبهم على جنب علشان يدوبوا مع بعض كويس. هنجيب دلوقتي القالب، محتاجين 4 بيضات، وهنحتاج سكر تقريبا 1 كوباية سكر. الوصفة مكتوبة كاملة تحت في الديسكريبشن بوكس. هنحتاج كمان كيسة فانيليا ورشة ملح، وهنقلبهم كويس بمضرب البيض. انا بعملهم يدوي وبعدين بركب الخلاط. على السرعة الهادية تفضلي تقلبي كويس لحد ما حجم البيض يزيد زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين هحط عصير البرتقال اللي احنا لسه عاملينه من شوية وهكمل ضرب. ومحتاجة كمان 1/4 كوباية زيت، وهحط بشر البرتقال. محتاجة تقريبا 2 كوباية دقيق، انا جايبة 1 كوباية بس لوحدها هنا، وحطيت عليها البيكنج باودر، وهبدأ احطها بالتدريج على خلطة البيض. هفضل اقلب بالراحة، لانه لو يعني حطيت الدقيق كل مرة واحدة الكيكة هتبقى مكتومة ومش هتبقى هشة. وانا بقلب ما بين السرعتين العالية والهادية والعالية، علشان الدقيق ما يتقلش والكيكة تفضل فاضية. جبت كده 1 كوباية تانية بتاعت الدقيق، وبدأت احطه برضو بالتدريج، وبرضو اقلب على السرعتين الهادي وبعدين العالي علشان الكيكة تفضل عالية معايا ومليانة هوا. يمكن الكيكة دي عشان عملتها يدويا فطولت معايا، انما الكيكة الاولانية في الخلاط على طول وخلصت. الاتنين حلوين، يعني الطريقتين سهلين. لو انت تحبي تعملي دي او تعملي دي، الاتنين سهلين بالنسبة لك. هنجيب القالب ونحط فيه نقطة زيت، وبرده نبطنها زي ما بنبطنها بمنديل او بفرشة الزيت، ونحط دقيق وهنبطنها كويس. انا طبعا اتعلمت من الغلطة اللي فاتت وحطيت الكمية في 2 قالب بدل قالب واحد. هنحط العجين او الكيكة السايلة وبس، هنحطهم في الفرن ونفضل كل شوية كده ناخد بالنا منهم. وبس، هي دي كيكة البرتقال. وممكن تعملي شوية عصير برتقال وتسقي بيهم الكيكة لو انتي مش حابة. خلاص الكيكة كده كويسة جدا، طعمها مظبوط والسكر بتاعها مظبوط وكل حاجة بتاعتها مظبوطة.
خليني اقطع لكم واحده منها دلوقتي عشان تشوفوا شكلها من جوه. طبعا هي كانت سخنه شويه بس فبحاول اعملها لكم. وده منظر الكيكه من بعد ما استوت، اهي مش محروقه ما فيهاش اي حاجه. وده كان منظر الكيكة، ويارب تكون الكيكة عجبتكم وتاكلوها بألف هنا ان شاء الله. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.